يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أشكل علي في أن الصحيح هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة المعراج بعينيه، ولكن رآه ببصره، وأن رؤية الله مستحيلة للبشر في الدنيا، في حين أنكم ذكرتم أن الإمام أحمد قد رأى الله عز وجل. هذا في الرؤيا يا أخي يا جاهل، هذا في الرؤيا، ما هو في رآه ببصره. الإمام أحمد ما رأى الله ببصره في الدنيا، وإنما رآه في الرؤيا، والرؤيا غير اليقظة. سبحان الله، يكفي.